والله هذا العلم جنة الدنيا، لا أعلم في الدنيا ألذ من العلم للموحد، جنة الدنيا، بشرط أن يخلص لله، وأن يكون علمه صحيحا، وأن يثمر علمه خيرا، وأن يسعى بالخير في هذا العلم. يا طلاب العلم، أكرمكم الله بخير طريق للموحد، فأحسنوه والزموه، وكونوا زارعين للخير بين إخوانكم وأحبتكم، وانشروا الخير، وحببوا الناس في السنة، وحببوا الناس في السلفية. السلفية كلها صدق، السلفية كلها صفاء، السلفية كلها خير، ومن يحملها عليه أمانة أن لا يشوهها. ونحن نتكلم عن تشويهها بالغلط، أما من يشوهونها لأن العلماء يقومون بالحق ويقولون بالحق، هؤلاء ما يعنوننا في شيء.